أستاذ حسين، يعني امبارح استمعنا إلى سماحة السيد حسن نصر الله وقال عن هذه العملية أنه عملية جدا خطيرة وسيكون هناك رد. شو قراءتك لعملية الاغتيال؟ ليه استهدفوا تحديدا الشيخ صالح والمكان اللي هو الضاحية اللبنانية، الضاحية الجنوبية؟ معروف إلى مين انتماء هذه الضاحية والرسالة إلى مين موجهة؟ أولا هذا الاستهداف يعني هو من ضمن دائرة الاستهدافات أو من ضمن بنك الأهداف اللي كان حاططها الكيان الإسرائيلي، وكان الكيان الإسرائيلي قد هدد على لسان رسميين عسكريين واستخباريين من داخل الكيان بأنه قادة حماس هن بدائرة الاستهداف، كما أنه كان موجود الشيخ صالح العروري قبل ما يكون موجود بلبنان كان موجود بتركيا. السلطات التركية طلبت منه مغادرة تركيا لأنه في خطر على حياته. أكثر من هيك، في بلدان عربية طلبت من قادة من حماس بأنه هي ليست مسؤولة عن أمنهم، وهذا الأمر تقريبا منذ شهر، وبأنه ينبغي أن يذهبوا إلى بلدان أخرى. لذلك تحرك قيادي حماس خارج لبنان هو الآن هو تحرك ليس واضحا ويتخذ كثير من الإجراءات الأمنية. هذا الاغتيال لا شك أنه هو خرق أمني للضاحية الجنوبية، خرق أمني لحزب الله، وهذا شيء طبيعي. يعني هلأ بيطلعوا بعض الناس اللي ما عندهم خبرة بهالمجال، دايما دايما في نقاط بيربحها الحزب ودايما في نقاط بيخسرها الحزب. الخرق متوقع، ليس هناك أي حزب في العالم لا يخترق. يعني CIA الاستخبارات الأمريكية خرقت، حتى جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي هو مخترق بأكثر من عملية. وكمان ما ننسى أنه الحزب في هذه الحرب التي شارك بها عبر الحدود كذلك اخترق الأمن الإسرائيلي أكثر من مرة، اكتشف وجود اجتماعات أمنية لقيادات إسرائيلية تجتمع في مستوطنات اللي بيسموها مستوطنات إسرائيلية واستهدف. يعني هذه لعبة تسجيل النقاط ولصالح الحزب أو تسجيل النقاط لصالح الكيان الإسرائيلي، هذا الأمر جد طبيعي. بس أستاذ حسين، هي ضربة موجعة، يعني كشيخ صالح العروري وما يمثل، هي ضربة موجعة ليس فقط لحماس إنما أيضا لحزب الله. طبعا أكيد هي ضربة موجعة، ولكن أيضا الحزب سجل نقاط قوة في استهدافه كثيرا من الاجتماعات الأمنية التي كانت تحصل على أرض الكيان الإسرائيلي. الحزب استخباريا تفوق أكثر من مرة في خرق الكيان الإسرائيلي، فلا يعني لابد بخلال هذه الحرب أنه يصير في خرق من هذا النوع، حتى لو كان الضاحية الجنوبية. يعني ما حيكونوا الضاحية الجنوبية أقوى من يعني أمن حزب الله، مش رح يكون أقوى من أمن الاستخبارات الأمريكية في العالم. يعني الأمن الإسرائيلي يحظى بدعم لوجستي وأمني واستخباري أمريكي رفيع المستوى من ناس حاكمين بالولايات المتحدة. لابد أنه يخسر هون ويربح هون. الأمر أيضا إذا بتتابع بالمشهد ككل في العراق وفي سوريا، اليوم في العراق أو خلال ساعات الماضية في العراق أيضا تم استهداف أحد القادة اللي هو أبو تقوى، اللي هو محسوب على هذا المحور الإيراني أو المحور يلي بسموه محور المقاومة. كذلك الأمر بالنسبة إلى رضا الموسوي اللي كان موجود بالشام سابقا، استهدف عماد مغني. بالنسبة إلى شخصية الشيخ صالح العروري، حركة حماس ليست منظومة تعمل وفق أفراد. دائما حركة حماس هي منظومة تعمل وفق مؤسسة. حركة حماس مؤسسة سياسية وحزبية ودينية وأمنية. يعني الشيخ أحمد ياسين اغتيل، عبد العزيز الرنتيسي اغتيل، وكانت حركة حماس أقوى مما كانت عليه سابقا حتى بعد هذه الاغتيالات. ليش؟ لأنه في آلية دائما تتوقع أنه الشخصية مهما بلغت من الدرجة الحزبية أو الرتبة السياسية داخل الحزب أو الرتبة الأمنية والعسكرية، هناك شخص سيخلف هذا الشخص الذي بلغ مثل هذه الرتب. حتى الشيخ صالح العروري كان متوقعا لهذا الأمر، كان بانتظاره. يعني بيّنت بعض التصاريح أنه هو بانتظاره، و
يعني الجميل بالموضوع أنه كل هذه القيادات عم بيحطوا حالهم مطرح أطفال غزة، عم بيقولوا أرواحنا مش أهم من أرواح غزة وأغلى من أرواح أطفال غزة. ولكن أستاذ حسين، يعني هذه العملية بيّنت أنه حتى الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل هذه الشخصيات غير كافية، لأنه واضح في عملية مدروسة مستهدفة هو شخصيا ومعروف وين مكتبه، وحتى يعني الظهور الإعلامي لهذه الشخصيات عم يطلعوا، يعني هني عم يعلنوا وين، شو سبب هذا الموضوع؟ هل هو يعني بوجودهم بقلب الضاحية كانوا مطمئنين انه نحن ضمن مربع امني لا يمكن ان يخترق، ولكن تبين العكس بسبب التطورات العسكرية اللي حصل عليها الكيان الإسرائيلي مؤخرا؟ شوفي، في أكثر من نقطة. النقطة الأولى هو بأنه الجناح السياسي في حركة حماس هو الذي يظهر في لبنان بشخص القيادي الحاج أسامة حمدان، يلي عم يظهر علنا من مكان علني وعم بتم دعوة الصحفيين إلى هذا المكان. أما بالنسبة إلى الجناح العسكري فهون بتصير في خطورة بأنه أفراد الجناح العسكري يظهروا إعلاميا. أم في أكثر من تحليل يدور حول أنه الشيخ صالح العروري كان مأمن وجوده بالضبط. أولا موضوع أنه الكيان الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي لن يضرب داخل الضاحية الجنوبية، كانوا يمكن حاطين أنه هذا الأمر لن يحصل، وبالتالي لأنه أي ضربة للضاحية الجنوبية ستقابلها ضربة من قبل حزب الله، ربما هذا الاحتمال كان موجودا. الاحتمال الآخر هو أنه دائما في ثغر أمنية عند أي حزب يلي كان. الاحتمال الثالث بأنه الشيخ صالح العروري هو كثير التنقلات، يعني هو ليس ثابتا في مكان واحد أبدا. الاحتمال الرابع أن هناك فعلا شبكة من العملاء موجودة في لبنان وموجودة في الضاحية الجنوبية، وهذا ليس جديدا. حتى في بيئة المقاومة هناك عملاء، كما كان هناك عملاء يعملون لصالح الكيان الإسرائيلي في البلدات الحدودية. كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى اغتيال صالح العروري. كذلك الأمر لا ننسى بأن الإسرائيليين وبشخص نتنياهو يبحثون عن إنجاز ما، وإلى الآن على الأرض إذا بدنا نحكي عن حصيلة الإنجازات، حصيلة إنجازات الجيش الإسرائيلي هي صفر حتى هذه اللحظة. لذلك حتى من بعد عملية اغتيال الشيخ صالح، ليس هم قد يسجلون هذا الأمر إنجازا. نعم. بعد عملية اغتيال رضا الموسوي. صحيح. في دمشق في حي السيدة زينب، واغتيال صالح العروري، واليوم اغتيال أبو التقوى القائد في الحشد الشعبي العراقي. هؤلاء الثلاثة يعتبرون من القادة. قاسم سليماني اللي هو قائد الحرس. نعم. الحرس الثوري اغتيل سابقا. يعني كل هذه الشخصيات لابد أن يحصل أو أن تحصل هناك ثغرة أمنية يدخل من خلالها العدو، خصوصا أنه هذا العدو الإسرائيلي حتى الآن لم يجد أي إنجاز على الأرض. هو يحاول أن يحصن دباباته أكثر، أن يحصن جنوده أكثر، لكنه على الأرض ليس هناك تكافؤ بين المقاومة وبين الجيش الإسرائيلي. على الرغم من الدعم الأمريكي لإله؟ لذلك على الرغم من الدعم الأمريكي لإله، لذلك هو الجيش الإسرائيلي اليوم إذا بدنا نحطه هو جيش شو؟ هل يمكن أن نعتبره فعلا جيشا من المقاتلين المشاة على الأرض ولا لا؟ هو الجيش الإسرائيلي اليوم يختصر بسلاح الجو الإسرائيلي ويختصر بكم مشهد بيعملوه بغزة وبيعلقوا أعلام الكيان الإسرائيلي على المطارح المدمرة، يختصر بتدمير المباني السكنية وبالحرب الإعلامية. لذلك إسرائيل برأيي، ما تسمى إسرائيل اليوم، لجأت إلى موضوع الاغتيالات لتسجيل إنجازات لدى نتنياهو، لأنه نتنياهو كمان بعد ما تخلص هيدي الأمور حيصير في لجنة أكثر من فينوغراد، حيصير في تحقيق معه لهيدا الرجل الدموي، ولا بد من أن يكون في جعبته شيء ما. لا شك أنه الإسرائيليين سجلوا نقطة بهذا الأمر. المعلومات حتى هذه اللحظة تتضارب،
المعلومات الأولية تقول إنه هناك 6 صواريخ ضربت من المسيرة حتى هذه اللحظة، ولكن لابد أن تتكشف كيفية حصول هذه العملية وكيف حصل هذا الخرق للضاحية الجنوبية. أما بالنسبة لقادة حماس، لا، هني عم قلك اللي بيكونوا بالجناح العسكري لا يظهرون على الإعلام، ولكن صالح العروري كان كثير التنقل، لذلك يعني لابد من أنه إذا واحد خصص كل هذه الإمكانات الهائلة بملايين الدولارات وكل هذه الإمكانات المتطورة التكنولوجية لدى الأمريكي ولدى الإسرائيلي، يعني لابد أن تكون ثغرة أمنية قد حصلت ربما بسبب الهاتف، بسبب وجود شبكة إنترنت. كل هذه الأمور، كل هذه الأجهزة اليوم تعتبر من الفساد عليك، الفساد على وجودك. قد يكون حصل هذا، ولكن الحزب دائما لا يكشف ماذا حصل حتى يحتفظ بنقاط القوة التي يمتلكها في الحرب الاستخبارية الأمنية التي يخوضها الحزب مع الكيان الإسرائيلي على طوال العام، يعني ليس فقط قبل طوفان الأقصى أو بعد طوفان الأقصى. الحزب يخوض هذه المعركة بشكل يومي حتى في ظل الهدوء الذي كان موجودا على الجبهة الجنوبية.